جی سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب ناقص ثلاثی مجرب. باب اول ناقص یائی ازباب ضربہ چن الرمی انداختن. رام یرمی رام فهو رام ورمی یرم رام فذاك مرمی لم یرمی لم یرم لا یرمی لا یرم لن یرمی لن یرم الامر منه ارمی لترم لیرمی لیرم والنهی عنه لا ترمی لا ترم لا یرمی لا یرم وظرف منه مرمن والجم مرامن والآلة منه مرمن مرمات مرماء والجم مرامن ومرامي وافل تفضيل المذكر منه أرمى والجم أرامن والمؤنث منه رمي رميات رمان. باب دوم ناقص وفي أسباب النصارى الدعاء طلب كردن وخاصة دعا يدعو دعاء فهو داع ودعي يدعى دعاء فذاك مدعو لم يدعو لم يدعى لا يدعو لا يدعى لن يدعو لن يدعى الأمر منه أدعو لتدعى ليدعو ليدعى والنهي عنه لا تدعو لا تدعى لا يدعو لا يدعى والظرف منه مدعا والجم مداع والآلة منه مدعا مدعاة مدعاء والجم مداع ومداعي وأفل تفضيل مذكر منه أدعى والجم أداع والمؤنث منه دعيا دعيات دعا. باب السبون ناقص وفي أسباب السمعات من الرضا والرضوان راضي شدن راضي يرضى رضا ورضوانا فهو راض ورضي يرضى رضا ورضوانا فذاك مرضي لم يرضى لم يرضى لا يرضى لا يرضى لن يرضى لن يرضى الأمر منه يرضى لترضى ليرضى ليرضى والنهي عنه لا ترضى لا ترضى لا يرضى لا يرضى والظرف منه مرضا والجم مراض والآلة منه مرضا مرضاة مرضاء والجمع مراض ومراضي وافل تفضيل المذكر منه أرضى والجمع أراض والمؤنث منه رضيا رضيات روزان. باب چارم ناقص يائي أسباب فتحت نسا وكوشش كردن ودويدن سعى يسعى سعى فهو سعى يسعى يسعى سعى فذاك مسعي لم يسعى لم يسعى لا يسعى لا يسعى لن يسعى لن يسعى الأمر منه اسعى لتسعى ليسعى ليسعى والنهي عنه لا تسعى لا تسعى لا يسعى لا يسعى والظرف منه مسعى والجمع مساع والآلة منه مسعى مساعة مساء والجم مساء ومساعي وافل تفضيل مذكر منه أسعى والجم أسعى والمؤنث من السعيا سعيات سعى. أبواب ناقص ثلاثي مزيد في باب أول ناقص واوي أسباب إفعاس من الإعلاء بلند كردن أعلى يعلي إعلان فهو معلن وعلي يعلى إعلان فذاك معلن لم يعلي لم يعلى لا يعلي لا يعلى لن يعلي لن يعلى الأمر منه عالي لتعلى ليعلي ليعلى والنهي عنه لا تعلي لا تعلى لا يعلي لا يعلى والظرف منه معلن معليان. باب دوم ناقص وفي أسباب تفعيل سنة تسمية نام نهادا سمى يسمي تسمية فهو مسمى وسمي يسمى تسمية فذاك مسمى لم يسمى لم يسمى لا يسمى لا يسمى لن يسمي لن يسمى الأمر منه سمي لتسمى ليسمى ليسمى والنهي عنه لا تسمى لا تسمى لا يسمى لا يسمى والظرف منه مسمى مسميان. باب سوم ناقص يائي أسباب مفاعلة المرامات بايك ديگر تيراندازي كردن رام يرامي مرامات فهو مرام ورومي يرام مرامات فذاك مراما لم يرام لم يرام لا يرامي لا يرام لن يرامي لن يرام الأمر من رام لترام ليرام ليرام والنهي عنه لا ترام لا ترام لا يرام لا يرام والظرف منه مراما مراميان. باب تعرم ناقص وفي أسباب تفاعل التعدي تجاوز كردن تعدى يتعدى تعديا فهو متعد وتعدي يتعدى تعديا فذاك متعدا لم يتعدى لم يتعدى لا يتعدى لا يتعدى لن يتعدى لن يتعدى الأمر منه تعدى لتتعدى ليتعدى ليتعدى والنهي عنه لا تتعدى لا تتعدى لا يتعدى لا يتعدى والظرف منه متعدا متعديان. باب بنجم ناقص واوي أسباب تفاعل جن التسامي إظهار بلندي كردن تسامى يتسامى تساميا فهو متسام وتسمي يتسامى تساميا فذاك متساما لم يتسامى لم يتسامى لا يتسامى لا يتسامى لا يتسامى لا يتسامى الأمر منه تسامى لتتسامى ليتسامى ليتسامى والنهي عنه لا تتسامى لا تتسامى لا يتسامى لا يتسامى والظرف منه متساما متساميان. باب ششم ناقص وفي أسباب افتعال جن الاعتلاء بلند شدن اعتلى يعتلي اعتلاء فهو معتل وعتلي يعتلى اعتلاء فذاك معتلا لم يعتلي لم يعتلى لا يعتلي لا يعتلى لن يعتلي لن يعتلى الأمر منه اعتلي لتعتلى ليعتلي ليعتلى والنهي عنه لا تعتلي لا تعتلى لا يعتلي لا يعتلى والظرف منه معتلا معتليان. باب أختم ناقص وفي أسباب انفعال جن الانجلاء روشن شدن انجلى ينجلي انجلاء فهو منجل وانجلي ينجلى انجلاء فذاك منجلا لم ينجلي لم ينجلى لا ينجلي لا ينجلى لا ينجلي لا ينجلى الأمر منه ينجلي لتنجلى لينجلي لينجلى والنهي عنه لا تنجلي لا تنجلى لا ينجلي لا ينجلى والظرف منه منجلا منجليان. باب هشتم ناقص وفي أسباب استفعال الاستعلاء طلب بلندي كردن استعلى يستعلي استعلاء فهو مستعل واستعلي يستعلى استعلاء فذاك مستعلا لم يستعلي لم يستعلى لا يستعلي لا يستعلى لن يستعلي لن يستعلى الأمر منه استعلي لتستعلى ليستعلي ليستعلى والنهي عنه لا تستعلي لا تستعلى لا يستعلي لا يستعلى والظرف منه مستعلا مستعليان.
أبواب لفيف ثلاثي مجرد بابها أول لفيف مفروق أسباب الضربات من الوقاية وحفاظ الكردان وقى يقي وقاية فهو واق ووقي يوقى وقاية فذاك موقي لم يقي لم يوقى لا يقي لا يوقى لن يقي لن يوقى الأمر منه قيل توقى ليقي ليوقى والنهي عنه لا تقي لا توقى لا يقي لا يوقى والظرف منه موقا والجم مواق والآلة منه ميقا ميقات ميقاء والجم مواقد ومواقي وفل تفضيل المذكر منه أوقى والجم أواق والمؤنث منه وقيا وقيات وقا باب الدبوم لفيف مقرون أسباب الضربات الطي في جدا طوى يطوي طيا فهو طاب وطوي يطوى طيا فذاك مطوي لم يطوي لم يطوى لا يطوي لا يطوى لن يطوي لن يطوى الأمر منه اطوي لتطوى ليطوي ليطوى والنهي عنه لا تطوي لا تطوى لا يطوي لا يطوى والظرف منه مطوى والجم مطاب والآلة منه مطوى متواء متواء والجم مطاب ومطاوي وفل تفضيل المذكر منه أطوى والجم أطاب والمؤنث منه طيا طويات طوى أبواب لفيف ثلاثي مزيد في باب أول لفيف مفروق أسباب إفعال كن الإيصاء وسية كردن أوصى يوسي إيصاء فهو موس وأوسي يوصى إيصاء فذاك موسى لم يوسي لم يوصى لا يوسي لا يوصى لن يوسي لن يوصى الأمر منه أوصي لتوسى ليوسي ليوسى والنهي عنه لا توسي لا توسى لا يوسي لا يوسى والظرف منه موسى موسيان باب دوم لفيف مقرون أسباب التفعيل كن التسوية برابر كردن سوى يسوي تسوية فهو مسو وسوي يسوى تسوية فذاك مسوى لم يسوي لم يسوى لا يسوي لا يسوى لن يسوي لن يسوى الأمر منه سوي لتسوى ليسوي ليسوى والنهي عنه لا تسوي لا تسوى لا يسوي لا يسوى والظرف منه مسوى مسويان باب سفهم لفيف مقرون أسباب مفعلة المساواة برابر كردن ساوى يساوي مساواة فهو مساو وسوي يساوى مساواة فذاك مساوى لم يساوي لم يساوى لا يساوي لا يساوى لن يساوي لن يساوى الأمر من يساوي لتساوى ليساوي ليساوى والنهي عنه لا تساوي لا تساوى لا يساوي لا يساوى والظرف منه مساوى مساويان باب تشارم لفيف مفروق أسباب التفعل التولي ولاية قبل كردن ووالي شدن تولى يتولى توليا فهو متول وتولي يتولى توليا فذاك متولا لم يتولى لم يتولى لا يتولى لا يتولى لن يتولى لن يتولى الأمر منه تولى لتتولى ليتولى ليتولى والنهي عنه لا تتولى لا تتولى لا يتولى لا يتولى والظرف منه متولا متوليان فانجم لفيف مفروق أسباب التفاعل التوالي مسلسل كاركردام توالى يتوالى تواليا فهو متوال وتولي يتوالى تواليا فذاك متوالا لم يتوالى لم يتوالى لا يتوالى لا يتوالى لن يتوالى لن يتوالى الأمر منه توالى لتتوالى ليتوالى ليتوالى والنهي عنه لا تتوالى لا تتوالى لا يتوالى لا يتوالى والظرف منه متوالا متواليان باب ششم لفيف مفروق أسباب افتعال الاتقاء ترتيدا اتقى يتقي اتقاء فهو متق واتقي يتقى اتقاء فذاك متقا لم يتقي لم يتقى لا يتقي لا يتقى لن يتقي لن يتقى الأمر منه اتقي لتتقى ليتقي ليتقى والنهي عنه لا تتقي لا تتقى لا يتقي لا يتقى والصف منه متقا متقيان باب حفتم لفيف مفروق أسباب استفعال الاستيلاء غالب شدا استولى يستولي استيلاء فهو مستول واستولى يستولى استيلاء فذاك مستولا لم يستولي لم يستولى لا يستولي لا يستولى لن يستولي لن يستولى الأمر منه استولي لتستولى ليستولي ليستولى والنهي عنه لا تستولي لا تستولى لا يستولي لا يستولى والظرف منه مستولا مستوليان استولى استولى استوليا استولوا استولت استولتا استولين استوليت استوليتما استوليتم استوليتي استوليتما استوليتن استوليت استولينا أستوليا أستوليا أستولو أستوليت أستوليتا أستولين أستوليت أستوليتما أستوليتم أستوليتي أستوليتما أستوليتن أستوليت أستولينا يستولي يستوليان يستولون تستولي تستوليان يستولين تستولي تستوليان تستولون تستولين تستوليان تستولين أستولي نستولي يستولى يستولى يستوليان يستولون تستولى تستوليان يستولين تستولى تستوليان تستولون تستولين تستوليان تستولين أستولى نستولى لم يستولي لم يستولي لم يستوليا لم يستولوا لم تستولي لم تستوليا لم يستولين لم تستولي لم تستوليا لم تستولوا لم تستولي لم تستوليا لم تستولين لم استولي لم نستولي لم يستولى لم يستولى لم يستوليا لم يستولوا لم تستولى لم تستوليا لم يستولين لم تستولى لم تستوليا لم تستولوا لم تستولي لم تستوليا لم تستولين لم استولى لم نستولى
لن يستولي لن يستولي لن يستولي لن يستولوا لن تستولي لن تستولي لن يستولين لن تستولي لن تستولي لن تستولوا لن تستولي لن تستولي لن تستولين لن استولي لن نستولي لن يستولى لن يستولى لن يستولى لن يستولى لن تستولى لن تستولى لن يستولين لن تستولى لن تستولي لن تستولى لن تستولي لن تستولي لن تستولين لن استولى لن نستولى استولي استولي استوليا استولو استولي استوليا استولينا لتستولى لتستولى لتستوليا لتستولوا لتستولي لتستوليا لتستولينا ليستولي ليستولي ليستوليا ليستولوا لتستولي لتستوليا ليستولينا لأستولين لنستولي ليستولى ليستولى ليستوليا ليستولوا لتستولى لتستوليا ليستولين لأستولى لنستولى لا تستولي لا تستولي لا تستوليا لا تستولوا لا تستولي لا تستوليا لا تستولين لا تستولى لا تستولى لا تستوليا لا تستولوا لا تستولي لا تستوليا لا تستولين لا يستولي لا يستولي لا يستوليا لا يستولوا لا تستولي لا تستوليا لا يستولين لا أستولي لا نستولي لا يستولى لا يستولى لا يستوليا لا يستولوا لا تستولى لا تستوليا لا يستولين لا أستولى لا نستولى شاباش شاباش. اگلا باب لکھئے بھئی. لفیف کے ابواب بھی ختم ہوئے, آج مضاعف کے ابواب ہم شروع کریں گے بھئی. اوپر لکھ لیجئے ابواب مضاعف, مضاعف ضاد کے ساتھ ہے بھئی, مضاعف میم ضاد الف عین اور فا مضاعف ثلاثی مجرد. ابواب مضاعف ثلاثی مجرد. جی نیچے لکھئے باب اول, باب اول مضاعف از باب ضربا, باب اول مضاعف از باب ضربا. چون الفرارو چون الفرارو گریختن چون الفرارو گریختن گریختن کا معنی یعنی بھاگنا بھائی بھاگنا. جی آگے گردان لکھئے فر یا فر فرارن, فر یا فر فرارن. فہو فارن فہو فارن را مشدد ہے بھائی. دیکھا یہ ہے اجتماعی ساکنین علی حد ہی مولانا, الف بھی ساکن اور اسے اگلی پہلی را جو ہے وہ بھی ساکن ہے بھائی. دونوں شرطیں پوری ہوئی کہ اول حرف مدہ ہے اور ثانی مدغم ہے تو یہ اجتماعی ساکنین علی حد ہی ہے, یہ جائز ہے بھائی. فہو فارن وفر یفر فرارن وفر یفر فرارن وفر یفر فرارن فذاک مفرور فذاک مفرور. لم یفر لم یفر لم یفرر لم یفر لم يفر لم يفرر لم يفر 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 لم يفر لم يفرر لا يفر لا يفر لا يفر لا يفر لن يفر لن يفر لن يفر لن يفر. الأمر منه الأمر منه فر فر افرر فر
الفر افرر. لتفر لتفر لتفرر. لتفر لتفر لتفرر. لتفر لتفر لتفرر. ليفر ليفر ليفرر. ليفر ليفر ليفرر. ليفر ليفر ليفرر. ليفر ليفر ليفرر. والنهي عنه والنهي عنه. لا تفر لا تفر لا تفرر. 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 لا يفر لا يفر لا يفرر. 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 والظرف منه والظرف منه مفر. والجمع مفار. مفر والجمع مفار. والآلة منه والآلة منه مفر مفرة مفرار. مفر مفرة مفرار. مفر مفرة مفرار. والجمع مفار ومفارير. والجمع مفار ومفارير. وأفعل التفضيل المذكر منه. وأفعل التفضيل المذكر منه. أفر والجمع أفار. أفر والجمع أفار. والمؤنث منه. والمؤنث منه فر. فر يا کے ساتھ لکھنا ہے بھائی فارا یا اور را پر شد بھی ڈالیں کھڑی زبر بھی بھائی. والمؤنث منه فر. فريات فريات. فرر فرر. گردان لکھ لی بھائی. آگے لکھیے قانون نمبر ایک بھائی. قانون نمبر ایک. فر اصل میں فرارا تھا. فر اصل میں فرارا تھا. بروزن ضربا. فر اصل میں فرارا تھا بروزن ضربا. دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے. دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے. اور دونوں متحرک تھے. اور دونوں متحرک تھے.
تو اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا، تو اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا تو فرہ ہوا، تو فرہ ہوا لکھ لیا بھائی. قانون نمبر دو، قانون نمبر دو، یفرو اصل میں یفریرو تھا، یفرو اصل میں یفریرو تھا، بروزن یضربو، بروزن یضربو، دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، جن کا ما قبل یعنی فا ساکن تھا، جن کا ما قبل یعنی فا ساکن تھا. تو حرف اول کی حرکت نقل کر کے فا کو دے دی، تو حرف اول کی حرکت نقل کر کے فا کو دے دی، اور دونوں حرفوں میں ادغام کیا، اور دونوں حرفوں میں ادغام کیا. تو یفر ہوا، تو یفر ہوا. لکھ لیا بھائی؟ بس بھائی قوانین بس یہ دو ہی تھے. دیکھو قوانین سمجھ میں آ گئے بھائی؟ بھائی یہ باب ضربہ سے ہے، تو میں نے بتلایا تھا جس صیغے کی بھی اصل نکالنی ہو صحیح کے اندر اسی صیغے پر چلے جاؤ. تو فرا کے مقابلے میں کیا ہے وہاں پر؟ ضربہ. تو فرارا معلوم ہوا، یہ اصل میں فرارا تھا، بروزن ضربہ. تو را دو را آئی مولانا، دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو گئے، دونوں متحرک تھے بھائی، تو اس صورت میں ادغام کرتے ہیں، لہذا پہلے کو ساکن کرنا پڑے گا اور پھر اس کو ثانی میں کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے. اور اگر اسی طرح ہو اور ماقبل ان کا ساکن ہو تو پھر اس کی حرکت ماقبل کو نقل کر کے دے دیتے ہیں، جیسے یفریرو بروزن یضربو. تو دو را دو حرف ایک جنس کے آئے بھائی، تو اور ان کا ماقبل ساکن تھا، تو اس پہلے حرف کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی؟ فا کو دے دی، اور پھر دونوں حرفوں کا آپس میں ادغام کیا تو یفرو ہوا بھائی، یفرو. اور گردان بھائی یہ گردان اس طرح کی پہلے بھی گزر چکی ہیں بھائی، جہاں پر حالت جزمی میں تین صیغے آتے تھے بھائی، سمجھ میں آیا؟ احمرا اور احمارا، اقشعرا وغیرہ میں یہ گزر چکی ہیں. تو میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ تین حالتیں صرف ان صیغوں میں آئیں گی جن کے ساتھ کوئی ضمیر بارز نہ ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ یعنی جو صیغے صورتاً مفرد ہوں ان کے ساتھ آگے کوئی تثنیہ یا جمع وغیرہ کی ضمیر ملی ہوئی نہ ہو گئی. اگر کوئی ضمیر ملی ہوئی ہو ساتھ، پھر اس صورت میں وہاں تین حالتیں نہیں ہوں گی بھائی. تو اور یہ حالت جزم میں آئے گی تین صورتیں مولانا، تین صورتیں جہاں جزم ہوگا، لم کی وجہ سے بھی جزم آتا ہے، اور اسی طرح امر اور نہی میں بھی آخر میں کیا آتا ہے؟ جزم ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی اسی طرح ہوگا. جبکہ لفیف اور ناقص کے ابواب آپ نے پڑھ لیے بھائی، وہاں پر حالت جزم میں آپ دیکھنا بھائی آخری حرف پر حرکت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں مثلا ابھی آپ نے باب سنایا بھائی لم یستولی، تو دیکھو لام پر کیا آ گئی؟ حرکت آ گئی. تو جب بھی کہیں عبارت میں ایسا صیغہ آ جائے جو امر ہے یا نہیں ہے یا لم اس پر داخل ہوا پھر بھی آخر میں اس کی حرکت آ رہی ہے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ لفیف یا ناقص ہے، اور لم تو جزم دیتا ہے، جزم نظر تو نہیں آ رہا بظاہر، تو آخری حرف پہ حرکت ہے، تو سمجھ جائیں یہاں حرف علت گر چکا ہے کوئی بھائی، کیا ہوا ہے؟
حرف علت گرا ہے بھائی تو جزم موجود ہے بھائی، کیونکہ وہاں پر جزم آتا ہی کس طرح ہے، حرف علت کے گرنے کے ساتھ آتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.